السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تمديد التقديم إلى قناة المعلمين المجازين دراسياً. تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى قناة المعلمين المجازين دراسياً للسنة الدراسية 2024-2025، ويستمر تقديم المشمولين من المعلمين والمعلمين المهنيين عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 1/8/2024. الرابط في وصف الفيديو. تمديد التقديم إلى استمارتين تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة. تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة للسنة الدراسية 2024-2025، ويستمر التقديم إلى الاستمارتين ضمن القناتين العامة وذوي الشهداء عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 4/8/2024. الرابط موجود في وصف القناة. التعديل 21 لقانون الملاك. صوت مجلس النواب على مشروع التعديل 21 لقانون الملاك، وعقد مجلس النواب جلسته بحضور 194 نائب، الذي جاء فيه المادة أولا تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفق رقم 1 الملحق بهذا القانون في الجدول رقم 2 الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 مقترح اللجنة تعديل نص المادة أولا لتكون كالآتي: المادة أولا تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين الأول ورقم 3 الملحق بهذا القانون في الجدول رقم 2 الوظائف العامة الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المادة الثانية. تهدف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفق رقم 2 من الجداول الملحقة بالقانون المادة 3. يكون نص المادة السابعة من القانون فقرة الأولى لها إضاف ما يلي، ويكون الفقرة الثانية لها. ثانيا، لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي احداث عناوين وظيفية جديدة او حذف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بالقانون بنظام يصدر لهذا الغرض. مقترح اللجنة تهدف المادة الثالثة. مقترح اللجنة أضافت مادة جديدة لتكون كالآتي: مادة جديدة تحتسب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها للدرجة التي تلي درجته السابقة عند ترفيعه قبل تنفيذ هذا القانون إلى درجة أعلى، استثناء من البند أولا من المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل لغرض تطبيق هذا القانون على أن لا يترتب ذلك أثر مالي بأثر رجعي. المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة: بغية تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية الموظفين بإضافة عناوين وظيفية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة، ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي وصولا إلى الدرجة التي يستحقها قانونا، ولمنح تخويل مجلس الوزراء صلاحية الإضافة والحذف. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي.